السلام عليكم. في الحلقة الرابعة من برنامجكم إشارة على السريع، واللي فيه بنقدم من 3 لـ5 كلمات بلغة الإشارة. ومعاكم مروحة. وزي ما عودناكم كل حلقة بنبدأ بملحوظة عن لغة الإشارة، لأن طبعا أي لغة لازم نتعلمها بنعرف شوية حاجات حواليها كده، مش مجرد كلمات بنرصها جوه دماغنا وخلاص. تمام؟ عشان على ما ننتهي من الكورس إن شاء الله يبقى كله واصل ان هو قادر يستخدم اللغة وفاهم عالم الصم عامة. يعني دلوقتي ملحوظة الحلقة بتاعتنا هي ان لغة الإشارة زيها زي أي لغة نتعلمها في الدنيا، ما ينفعش لما أجي أترجم ترجمة حرفية، لا، احنا بنترجم حاجة اسمها ترجمة احترافية. بمعنى ان انا لو انا حافظة الكلمات، انا حافظة كلمات كويس ومخلص الكورس هيبقى معانا كام كلمات هائل يعني ان شاء الله. ما ينفعش ان انا اجي اترجم جملة ارص الكلمات دي جنب بعضها جنب بعضها من غير مراعاة للمعنى، ده غلط. امال انا لما باجي اترجم بعمل ايه؟ انا لما باجي اترجم باخد الكلمات اللي انا عارفاها في ذهني وبترجم الجملة بمعناها، بمعنى ان انا اوصل المعنى للناس، دي اهم حاجة. ممكن اشيل كلمات من الجملة وممكن احط كلمات وممكن احط كلمات بتساويها عادي جدا، المهم ان المعنى يوصل. تمام؟ ودي كانت ملحوظة حلقتنا، ويلا بينا نشوف كلمات النهاردة. معانا أول حاجة في كلمات النهاردة، إحنا النهاردة هنتكلم عن أيام الأسبوع عامة. تمام؟ أيام الأسبوع، كلمة أيام الأسبوع، وهنشرح أيام الأسبوع. تمام؟ أول حاجة نقول أيام الأسبوع. الإيد دي ثابتة والإيد دي كده. أيام، أيام. تمام؟ لو إيدي واضحة كده، أيام، أيام. الأسبوع، الأسبوع فيه إيه؟ 7 أيام. طيب إحنا هنعمل الإشارة إزاي؟ هنا شايفين دي كده، بادئة من هنا ونطلع كده ونفرد الـ7 صوابع، هما 7 أيام الأسبوع، دول 7. تمام؟ 7، يبقى عندنا كده أيام الأسبوع. تمام؟ أول يوم في أيام الأسبوع هو السبت، السبت، السبت. تمام؟ ببدأ من هنا، السبت. تمام. الحد، الحد. بصوا أنا عندي الـ70 دول هم وبحط ده على ده. تمام؟ الحد، الحد. ودي تنفع إشارة كلمة مسيحي، يعني بناء على إن دايما بتتشائع إن عيد المسيحيين بيبقى يوم الحد، مش عارفة معناها صح ولا لأ، بس هو دي برضه في الإشارة بتنفع مسيحي. شخص ديانته مسيحية. وبرضه في شبهها كده، كنيسة، بس دي هناخدها قدام ان شاء الله. الاثنين، الاثنين في نص الاسبوع. تمام؟ فاحنا في نص الوش كده، ادي ايدينا كده اهي، الاثنين. تمام. التلات، انا عندي 3 صوابع، التلاتة دول وبسيب الصابع ده، بعمل كده التلات، التلات، بسحب كده 3 صوابع، بصوا تلات. تمام. الاربع، مش هو الاربع، ادي 4 صوابع ودي 4 صوابع، بقول الأربع، الأربع. الخميس، بيبقى كل الناس اللي بتشتغل خلاص اتخنقت من الشغل وجابت آخرها، الخميس. الجمعة، ماشي، يبقى الخميس، الجمعة. نراجع مراجعة سريعة اللي احنا قلناه النهاردة. أيام الأسبوع، سبت، حد، اتنين، تلات، أربع، خميس، جمعة. تمام؟ وكده نكون راجعنا كلمات النهاردة، وهنضيف كلمة صغيرة اللي هي كلمة اليوم، اليوم كده من فوق لتحت، اليوم. تمام؟ وكده نكون خلصنا كلمات النهاردة، وأنا اتبسطت جدا إن أنا معاكم، وهستنى آرائكم في الكومنتس. ومش بس آرائكم، أنا هستنى منكم إن أنتوا تختاروا المرة الجاية هنعمل الفيديو عن إيه، عشان أنا احترت الصراحة هنعمل الفيديو عن الأسرة، كلمات اللي بتعبر عن الأسرة، ولا نعمل الفيديو اللي بيعبر عن الحروف الهجائية. تمام؟ هتسيبولي آراءكم وتقولولي أبدأ المرة الجاية بالأسرة ولا بالحروف الهجائية، وهتختاروا كمان معايا الفيديو بتاع الحروف الهجائية، هل هنمشي زي ما احنا ماشيين من 3 لـ5 كلمات فاحنا هنمشي من 3 لـ5 حروف، ولا هناخد الحروف الهجائية كلها مرة واحدة أو على مرتين. لان انا لما جيت احسبها ان احنا لو خدناها بـ5 كلمات الحروف اللي جايه هتطول قوي، وانا شايفه ان هي لحد ما سهله جدا.
فأنا هستنى آرائكم، كل واحد يقول لي رأيه الشخصي. إن شاء الله أكتر نسبة آراء على حاجة هنختار الحاجة اللي نسبة الآراء عليها أعلى. تمام؟ وكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وهستنى آرائكم، وهستنى منكم لايك وشير سبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تدعموني وأقدم لكم فيديوهات جديدة إن شاء الله. وإن شاء الله على آخر الكورس نكون اتعلمنا سواء شيء مفيد.